جليلة في سعادة غامرة وأنا أشارككم هذا الحدث الهام. الحاضرون كل باسمه وكل بمقامه. وضع قطاع النقل خارطة عمل طريق نابع من التزامات سيد رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة من خلال تنفيذ العديد من مشاريع تطوير البنى التحتية الخاصة بالنقل كالمطارات والموانئ والسكك الحديدية واستكمال المنظومة اللوجستية وتحديث الإطار القانوني المنظم لهذه النشاطات واتخاذ التدابير والتسهيلات اللازمة بالتنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات المتدخلة في مجال اللوجستية. يسعدني أن أشرف أنا وزميلي السيد وزير النقل على افتتاح الطبعة السابعة للصالون الدولي للنقل واللوجستيك لوجيستيكال، الذي يعتبر لقاء دولي بامتياز لكل الفاعلين في مجال النقل واللوجستيك. وعندما نتكلم على النقل واللوجستيك نتكلم على الاستيراد والتصدير، عندما نتكلم على النقل واللوجستيك نتكلم على البنية التحتية للدفع بالعجلة التنموية والعجلة الاقتصادية والسرعة التجارية.